سيارة. مش اشي عادي. المفروض ابلش حكي بس جد مش قادر، انا مو قادر ابلش. لامبورغيني أوروس 2021. أول إشي بلفت نظرك لما تدخل بالأوروس هو كيف تشتغل. جير السيارة شكله شوي غريب، فإذا أنا بدي أحط ريفرس رح أعمل هيك، وإذا بدي أحط درايف رح أعمل هيك. حطت على جير أول عندي، إذا برجع مرة تانية بتصير مانوال. صوت السيارة كتير بيفرق في المودز، المودز اللي هم مكتوب اسمهم أنيما، أنيما يعني سول، الروح. فروح السيارة شو بدك إياها تكون؟ استرادا عم نحكي عن كومفورت، سبورت سيارة بتصير سبورتي أكتر، كورسا هو اللي فعلا فرق، يعني بس بدي فرق الصوت واضح رح يكون أنا متأكد. هاي سبورت، هاي كورسا. جير تبعها ضرباته عادية، ولكن إذا بحطها على الكورسا كل شيء بيتغير. عندي هون بقدر أتحكم بالستيفنس تاع السسبنشنز والستيفنس تاع الستيرينج. صوت الاكزوست بيختلف اختلاف مش عادي، يعني هلا الصوت هاي نص دعسه شيء بسيط، بس سسبنشنز مريحين بالطريق، ولكن على السبورت بتصفي حاس حالك معك يعني هوريكن. يعني لا 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 اسمع داون شيفت، المفروض هلا بلش احكي بس لا لا. SUV. شو يعني SUV؟ احنا متعودين نسمع SUV اللي هي Sport Utility Vehicle. هاي اسمها SUV، يعني Super Sport Utility Vehicle. سيارة 4000 سي سي، Twin Turbo Charged، عم يعطي 640 حصان، 850 نيوتن متر من التورك، من 0 ل 100 بثلاث ثواني فاصلة 5، وفي دراسات حكت انه من 0 ل 100 بثلاث ثواني فاصلة 1. شو هاد؟ مش ارقام بني ادمين، هاي مش ارقام سيارة عادية. ايش البرفورمنس هاد؟ من 0 ل 100 3.5. انا لاول مره سبيتشلس، مش قادر احكي ولا حرف. شكل السيارة من برا لامبورغيني طبعا بتميزه على بعد 2 مليار قدم. كمية الكربون فايبر اللي موجودة مش معقولة، بكل مكان صح موجود كربون فايبر، على السبويلر هون وعلى الديفيوزر. السيارة عليها اكزوست اكرابوفيك، صوته ليفل تاني من الاصوات في الشارع. بريكس السيارة حجمهم ما بخلص، 10 بيستنز قدام الديسك، يعني هالقد حجمه، ها قدي وانا قاعد. اول ما نزلت الأوروس كان في منها 4 أو 5 ألوان محددين نفسهم بتشوفهم بالشارع، هلا صار في منها 21 لون، كل واحد منهم أحلى من اللون اللي قبله. سيارة من جوا، يعني لون السيارة من جوا كل شيء ماشي معه، يعني حتى الحزام لونه نفس لون السيارة من جوا، السقف نفس لون السيارة من جوا، وجلد السيتس تاعون السيارة مريحين كثير. الكراسي محسسينها سيارة سبورت بس مش ضاغطين علي بطريقة مش مريحة. الكراسي اللي ورا زيهم زي الكراسي اللي قدام، يعني ما اظنش مميزين انا قاعد قدام ولا ورا. السيارة هاي بتوسع 4 ركاب، ممكن يجي اوبشن انها توسع 5 ركاب. اوكي في كلايمت كنترول وفي سكرينز، ولكن انا شخصيا مستحيل اقعد غيرهم. السيارة كمية الجلد والكربون فايبر اللي فيها مش عادية، كمية الكربون فايبر اللي موجودة هون ما بتخلص. الستيرنج رهيب، حجمه كتير حلو، الهاندلنج تبع السيارة مش معقول. موضوع السبيكرز فيها 21 سبيكر سيارة، منظرهم كتير حلو، بكون نازل وبيطلع اول ما تشتغل السيارة، صوتهم بيور لابعد الحدود. كلمة لامبورغيني شايفها طول الوقت صراحة، هذا شعور ما بدي ولا مرة يغيب عن عيني، لا هون ولا هون. عندي
تو سكرينز هون، كل سكرين اللي فوق الانفوتينمنت سيستم، ابل كار بلاي، المودز اللي بالسياره، الفييكل انفورميشن، الكراسي مبرد مدفى، البارك اسيست، درايفنج اسيستنت، كل شيء بتخيله موجود هون. حتى عندي بورت اسمه اوروس، اذا بفتحه بيطلع لي المودز، بيطلع لي الانفورميشن كامله، السيتس، الكلايمت كنترول، الدرايفنج اسيستنت، السيرفيس والسيتنجز. كثير سنسيتيف التاتش تبع السكرين. السكرين اللي تحت هون هاي للكلايمت كنترول، تدفئه تبريد كراسي، حتى لما انزل افرود مش عارف ممكن انزل افرود فيها، ولكن السياره كيبل بتروح افرود، ولكن ما راح اخذها لو على قبري. طبعا في اكثر من المودز هدول، في عندي للصحراء، في عندي للجرافل، في عندي للشتاء، ففي عندي اكثر من مود للسواقه فيها. الدرايف اسيست بالسياره في منه اكثر من خيار، فانا هلا اذا بكبس هاي الكبسه بيطلع عندي ماكسيمم انديفيدجوال او بيسك. بيسك اللي هو البلايند سبوت، اذا سياره وقفت قدامك بتوقف، انديفيدجوال انت بتحطه زي ما بدك، ماكسيمم السياره تقريبا 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 يعني بتسوق عنك. اذا في حدا قطع قدامك السياره راح توقف، اذا في سياره جنبك السياره ما بتتجاوز، اذا طلعت عن اللين بترجعك على اللين، فبتصير شوي ستريكت السياره بموضوع السيفتي. في عندي بالكاميرز شيء اسمه 3D. ال 3D عم بفرجيني الاوروس من برا بالضبط كيف شكلها هلا كيف شكلها بالشارع اللي انا صف فيه. عندي بقدر اشوف توب فيو، بقدر اشوف من الجنب، من قدام، من ورا، ففي عندي كل فيوز اللي ممكن تحمي هاي السياره وما تخليك تضربها، لانه مش مزحه بالمره ضربت هيك سياره. الدنيا فيها اولويات. اولويه هاي السياره انها ما توقف. شكرا لاي حدا سام في انه تنخلق هاي السيارة. انا صدقا جدا 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 مبسوط بهالاكسبيرينس، مش حابها تخلص ولا في اي شكل من الاشكال. يعني المهم انا باسم مفرج وهذا سترايل.